مناطق اللي معروف بها المشماش عرفت يعني توسع في غرس أشجار المشمش، وهذا ما كان له آثار إيجابية على الإنتاج المحلي لهذه يعني الثروة اللي راهي يعني تعرف يعني إنتاج وافر وتعرف يعني تصدير لخارج ولاية المسيلة. بهذه المناسبة تقرر يعني إنشاء سوق موسمي، وهذا طبقا لقرار الحكومة الأخير. تنظيم هذا العيد اللي راح يتم من منتوجات الولاية من هذه المادة، يعني اللي تعرف نشاط كبير وحيوية كبيرة، خاصة وأنه شفنا إقبال في السنوات الأخيرة وتزايد في مساحات هذه المادة، وأيضا من ناحية خلق فرص استثمار في المجال الصناعات التحويلية. هذه السنة رانا إن شاء الله نتوقع إنتاج 500,000 قنطار من مادة المشمش بمختلف أنواعه. اليوم نشوفوا باللي مجموعة كبيرة من الفلاحين راهم متمكنين ومؤهلين لتقديم الأفضل في هذه المادة اللي راح يعني نسطروا من خلالها مستقبل واعد للصناعة التحويلية. دائرة الخبلاء تشتمل على 3 بلديات كلها فلاحية بامتياز، وكل هذا من فضل ربي علينا. كل ما يجي منتوج ولا محصول إلا وتجد بلدية دائرة الخبانة بالخصوص، يعني من البلديات السباقة في مختلف المنتوجات. وأكبر دليل على ذلك ها نحن اليوم في عيد المشمش التقليد السنوي لولاية المسيلة.